Donc, sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, la Fédération Royale Marocaine de Tennis, en collaboration avec le Royal Tennis Club de Marrakech, organise du 2 au 9 avril 2023 ce grand événement, le Grand Prix Hassan II, ATP 250 points, la 37e édition et la 6e consécutive pour notre club. C'est le plus grand tournoi, messieurs d'Afrique, regroupant plus de 21 pays et doté d'une prime consistante. من ناحية الدوري كما كتعرفوا هذه النسخة 37، هذه النسخة هذه كما كتعرفوا تعرفوا حتى وجود كبير للاعبين مصنفين في المئة الأوائل. تقريبا الجدول الأساسي اللاعبين كلهم مصنفين بين 20 و50. هشام أرازي غادي يمكنكم في الندوة الصحفية أنه يعطيكم أكثر، يعني يعطيكم نقط تقنية أكثر. من ناحية التنظيمية أنتم كما شفتوا النادي يعمل واحد المجهود كبير باش يجهز المرافق ديالو باش تكون عن حسن اللاعبين، وحنا كجامعة كنواكبوا هذا الحدث هذا، وكما كتعرفوا أن هذا الحدث هذا إلي يونيك، يعني الدولة الوحيدة اللي كتنظم هذا الدوري من هذه الفئة هذه ولي 37 دورة، يعني حاجة اللي ماشي سهلة. وكنتمناو من هذا المنبر أن الجماهير تجي تحضر بكثافة وتمتع بهذا العرس الرياضي، لأنه بصراحة في دول واحدة أخرى يعني الناس هاد الفرجة هذه كتكلفها واحد إمكانيات كبيرة، ألوغ كو هنا في مراكش هذا العرس يعني مفتوح للعموم، وكنتمناو أن الجمهور يكون حاضر بقوة. فشكرا اللي عطيتونا هذه الكلمة باش نتكلموا على الدورة 37 من الجائزة الكبرى ديال الحسن الثاني، هذه الجائزة اللي هي في الحلة 37 ديالها، والتجرى على ملاعب النادي الملكي للتنس بمراكش للمرة السادسة متتالية. في كي عرفتوا هذه الجائزة الكبرى فهي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. هذا العام كاين اختصاص كبير، لانه في الحقيقه لقينا مساعدات كبيره من عند السلطات المحليه، من عند السيده العمده، ومن عند السيد رئيس الجهه اللي مدونا بمساعدات. هذا اللي جعل النادي الملكي تشوفوا الان في حله جديده، فاستطعنا نعاودوا جميع الملاعب كلها بما فيهم الكرياج ديالهم، لي فيرميتاليك، الارضيه كلها تعاودات، عاودنا حتى الالوان ديال لي باش اللي كانوا تيكونوا في لي فون دكور، فكان عندنا هذاك لو بلو، الان مشينا اللون الاحمر اللي هو اللون رمزي ديال مدينة مراكش. فلاعبين كبار ومشاركة لاعبين كبار في هذه الدورة هذه، اللي يمكن كاين لاعب موزوتي الإيطالي، كاين لاعب إيفانس، كاين لاعب غاسكي، كاين لاعب بونزي، لاعبين كبار، مشاركة لاعبين كبار. فيما يخص مشاركة المغاربة فكاين بطاقة الدعوة كون أبيلا ويلد كارد اللي تعطات لثلاث لاعبين مغاربة اللي هما اللاعب إليوت بن شتريت، اللاعب مندير، واللاعب العلامي في الصفوره النهائيه. فيما يخص الصفوره التاهيليه فاعطينا الجوج شبان مغاربه، سي مهدي اللي العمر ديالو ما تيتجاوز 16 سنه، لاعب كبير سي مهدي بناني، وكاين سي امين اهدى حتى هو لاعب شاب اللي قادم ان شاء الله بحول الله. On est ravis de recevoir encore cette pour cette 37e édition le trophée Hassan II de tennis. Donc ravi de recevoir aussi tous les joueurs internationaux, ravi de vous recevoir aussi vous les journalistes aujourd'hui. Et voilà, on est en fin de préparation pour démarrer le trophée Hassan II du 2 au 9 avril. Donc voilà, on a vraiment un très très beau tableau avec de bons joueurs encore, des joueurs qui font partie de la tête de série 1 qui est numéro 21e mondial, Musetti, joueur italien, donc qui revient, qui était déjà venu l'année dernière. On a aussi David Goffin, qui a été numéro 7 mondial et qui a gagné l'an dernier, donc il revient pour essayer de garder son titre. On a aussi des joueurs français, Richard Gasquet aussi, qui a été vraiment un très très bon joueur, qui a 36 ans aujourd'hui, mais qui fait encore partie des 40 joueurs mondiaux. Et je suis ravi aussi d'annoncer voilà, que pour la première fois, on aura les 5 invitations, les 5 wildcards qu'on a
qu'on a et qu'on doit distribuer. Les années précédentes, on les distribuait à des joueurs étrangers. Et cette année, toutes les wildcards, trois wildcards dans le tableau final, vont être distribuées à nos joueurs nationaux. Donc ça, je suis ravi.